مساء الخير على الجميع ومساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا في برنامجكم قانون اللعبة، استكمالا للحلقة اللي فاتت وبلا شك كانت عن كرة الطاولة وحكمنا دول يوسف الشطي. ما شاء الله رحنا من البداية وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولكن أكيد في هذا الجزء راح نكمل بقية القوانين الخاصة في كرة الطاولة. ربما تكون هناك قوانين مؤلفة، ولكن هناك احنا نبي القوانين الرسمية اللي لازم نطبقها فعليا في ألعابنا، سواء شاليه برا، شاليه مزارع، وناسة، بحر. لا بحر ما تلعب البحر، لا صعب البحر. ففي أماكن أكيد احنا نلعبها، فلازم نطبق قوانين بحذافيرها. خلونا نطلع ونتعرف على السيرة الذاتية ونعود. خلونا نرحب في حكمنا الدول يوسف الشطي. حياك الله كابتن يوسف. الله يحييك، شكرا لك. الله يحفظك. مرة ثانية في البرنامج. طول عمرك. يمكن سولفنا في الحلقة السابقة عن القياسات الرئيسية والأدوات الرئيسية. ببقى أيضا في الطاولة عن الشبك، وأنت قلت لي ارتفاعات الشبك. في هو النت الأبيض أو الخط الأبيض العلوي. شنو هذا ميست أو شنو دوره في بين اللاعبين مثلا؟ الخط الأبيض هذا هو يسمونه ارتفاع الشبك أو قمة ارتفاع الشبك. إذا الكرة المستة أثناء الإرسال فقط يعتبر لت أو نت إعادة، إعادة الإرسال، لأن في مثل الديفليكشن في الكرة أو تغيير اتجاهها، مما يسبب على الخصم أن صعوبة في رد الكرة أو يأثر عليه، يأثر على النقطة. تعاد النقطة فقط، تعاد ما تحسب عليه نقطة. طبعا تعاد، بس تعاد كذا مرة. اي هذا من الشائعات اللي اول كنا نسمعها. اذا حاشت النت ثلاث مرات نقطع عليك. وهذه اشاعه ولا اي لها، ما لها شغل نهائيا، ما لها علاقه بالقانون. انت زين ثلاثه، احنا اثنين بعد حد. لا القانون يقول ان شاء الله تنعاد مليون مره، ما في اي مشكله، ما في اي نهايه حقها. جميل. اثناء اللعب عادي اذا في نت تكمل النقطه؟ عاده اللاعبين لما تحوش الشبك وتنزل الجهه المقابله يعتذر ان هذه النقطه لك حظ اي طقت ونزلت وسببت ربكه حق الخصم. جميل. وكسبها اللاعب اللي لعب الكره وخذ على نقطه كذي. ببقى ايضا في الارسال وقوانين الارسال كثيره، ابي تعطيني اذا فيها شائعات ولا لا تاكيد لهذا الشعر. في من بعض خلينا نقول الارسال انه تقذف الكره لازم فوق او لا يدوب على قولته ما تقطع وتلعب سريع. اي هذا الموضوع احنا بالنسبه لنا حكام حساس جدا. حلو. اللي هو بدايه النقطه الارسال. صحيح. احنا عندنا اول يعني أو بالمخيمات وبالشاليات احنا دائما نشوفه من يحط الكره على ايده يلعبها بوشها يرد يعيدها. حلو. لانه ما حاشه المضرب. ايه؟ ولكن هذا خارج عن القانون او غير قانوني. حلو. الارسال يعتبر من خروج الكره من اليد، هني تعتبر كره داخل الارسال. حلو. يعني اذا بوشها نقطه عليه. نقطه عليه اي على طول. تمام. فاحنا عندنا من الشروط انها ترتفع اكثر من 16 سنتي، اللي هو ارتفاع الشبك احنا قلنا 15 سنتي ونص. هذا 16 سنتي اقل شيء، يعني لازم انا ارفع اعلى من الشبك عشان شنو؟ الخصم يشوفها. ممتاز. حلو. وفوق هذا كله ما يصير امسك الكره. حلو. في مثل الناس يمسكونها. أي. او يخفونها. أي. او يلعب من تحت الطاوله. حلو. هذا كله غير قانوني. او مثلا مثل اللاعبين من اللي يلعبون يقطها دايركت على المضرب. صح. ما يعطيها ارتفاع. هذا شغلي انا، هذا كل هذا شغلي انا وهي الربع. هذا كله غير قانوني. تمام. نهائيا يعني كل فوزي السابق انا الحين لازم ينمسح من سجلات الربع. لا ترد يتسجل لك، هذا كله يتسجل لك. تمام. يعني المهم ان الكره تكون واضحه للعيان، للخصم يلعبها لفوق، فوق 16 سنتي، ومن ثم عادي يلعب الارسال. اي صحيح. بهذه الطريقه. صحيح. السليمه. لازم تلعبها خلف على قولتهم الطاوله ولا عادي اقرب على الجنب، اروح واقرب عند الشبك؟ هذه ملاحظه مهمه او ملاحظه دقيقه فعلا. خط الطاوله الخلفي هذا يسمونه خط النهايه بامتداده. صحيح. لازم العب من خلف الطاوله. حلو. ما يصير ادخل داخل الطاوله. حلو. لاني راح اخذ ميزه بهالشيء. صح. على الخصم.
ولا يصير العب من الاجنب، لازم الكره تدخل من الجهه الخلفيه او جهه اللاعب اللي واقف عليها. جميل. تدخل الكره ويلعب فيها الارسال بهالطريقه بالنص بالزوايا، ما يفرق على حسب نظام اللاعب، يبي يلعب سريع يبي يلعب قصير على حسب. عشان قبل ما اطلع الى التغرير ايضا برجع الى الارسال، في رسالات قصيره يم الشبكه يقطها اوب، هذه شنو؟ يصير عادي؟ صحيح يصير يصير. غير الارساله يقطها بعيده وشلون؟ انت الحين تقول لازم 16 سنتي. شلون لما يجي عند الارسال وقطها خفيفه؟ هو يعني يقط الكره اي بعدين بكنتروله على مضربه او بكنترول على او من زود الكنترول عنده ومن قوه الكره عنده قادر انه بقوه بسيطه اني انا العب ارسال قصير. حلو. او العب ارسال طويل او العب دوران يمين ولا شمال ولا جميل. اي جهه ولا اي زاويه اني انا اكون طبقت الارسال بشكل صحيح. صح. وقدرت اسوي الخطه اللي انا او مفكر فيها كلاعب. جميل. على الطاوله. جسمك عادي يحوش الطاوله ولا لا؟ هني اكثر لحظة. اشرح لي لمس الجسم على الطاوله اثناء مثلا الارسال او اثناء حتى اللعب. هي فيها حالتين، اذا لمس يعني هو شيء طبيعي اني انا بما اني انا عند الطاوله راح احوش الطاوله. حلو. بس اني انا ما احرك الطاوله. حلو. ان حركت الطاوله هذا شيء اثر على اللعبه واثر على الخصم. صح. على طول تنحسب عليه خطا وتنحسب عليه نقطه. جميل. حاشا ما اثر نهائيا بتيشيرته بذراعه. حلو. طبعا ذراعه أكيد. ريله ايا كان ما حرك الطاوله وما اثر على اللعب، يستمر اللعب. تم. بحاله واحده اللي هي احنا عندنا أيه؟ اذا حط ايده الشمال، اذا هو ماسك المضرب بايده اليمين. حلو. وحط راحه ايده على الطاوله. نعم. ما يصير هذا على طول نقطه. والعكس صحيح. اذا يعني والعكس صحيح، ايده اليسار او اليمين، ايده الايد اللي ماسك فيها المضرب أيه؟ مو مشكلة تحوش الطاولة. اوكي حلو، اللي فيها مضرب ما في مشكلة. بس الايد الحرة الثانية. اللي ما فيها أي. حاشة الطاولة على طول تحسب عليها نقطة. انزين اقول لك بعد حالة. تفضل. واحد من اللاعبين مسك الطاولة. نعم. لا ما يصير. انت لما تمسك الطاولة عادة تلقى مثلا جدم ورجع وهو راجع يبي يجدم عشان يكسب نقطة. صح. فيمسك الطاولة. لا. صح. هذا يسمونه مثل استغل الطاولة عشان يحرك جسمه. حلو. حركة زيادة. صح. يكسب في نقطة، فهذا خطأ وتنحسب عليه نقطة. لا ما في رحمه للحكام، مثبتين عليه. تفاصيل كثيره راح نسولف ايضا عن الطاقم التحكيمي ودوره داخل الملعب. كم واحد؟ شلون طريقه النقاط؟ الوقت؟ الجمهور؟ اسئله وايد في الانتظار. كل الشكر لك كابتن يوسف. شكرا لك، شكر لك بعد. في الوعد ان شاء الله باذن الله في الحلقه الجايه. انتظرونا في الحلقه القادمه وكره الطاوله. فما الله.